كوكو لي زامي، جيسبر كو فوز الي بيان. انا اليوم كيما تراو في الطقس هكا، طقس شتوي بأتم معنى الكلمة، امطار، بارد بارد برشا برشا. دونك في طقس كيما هذا شنو تتوقعوا باش نعمل فطور اليوم؟ نخلو الإجابة بعد لحظات. فطور اليوم يا سادة ويا مادة، هذا كسكسي بالقمح من عند الوالدة. قلت اليوم خلينا نجربوه. بيان سور كسكسي بالقمح راه مش كيما الكسكسي النورمال العادي السميد ولا الكسكسي النورمال، هذا كله صحة وكله منفعة وباهي برشا دونك في الشتاء و سامبل كونسيستون. الكسكسي هذا بتاع القمح باش نعملوه بال عصبان، هذا العصبان هو تاع العيد الكبير، نعملوه في العلوش، يتخدم بالروز والكبدة وكل شيء، ويتلف بالمصارن وكل شيء والكرشة متاع العلوش ولا البرشني، باش نزيد نفوح معاه شوية لحمات عجل لك يعطي شوية نقو سبيسيال. بيان سور الكسكسي بالقمح لازمو أستوس، كي نطيبوه تنعطيكم الأستوس من بعد. لازمو الحمص المنفخ، لازمو بيان سور الفلفل الأخضر، لازمو الكورجات، الكورجات اللي قرعة متوزينة، لازم البصل يكون روس، لازم البطاطا، لازم السفناريا الشتوية مش السفناريا الأخرى الشتوية اللي هي تكون معنا بالعروش بتاعها، لازم الثوم بيان سور. الثوم بون مش اوبليغاتوار برشا، مي لازم ديما خاطر هذه نورمالمون مفوحة فيها الثوم. وبيان سور الباز اللي هو القرع، القرع هذا لازم، وهذا زاد سي اوبسيون دونك مش ضروري برشا. الباذنجان اللفت زاد بحكم هي احنا في الشتاء لازم الخضرة شتوية، والسناريا والبطوزينة زاد ستين اوبسيون ماهيش لازمة. دونك تنجموا انتم الكسكسي عندكم دي زوبسيون، تنجموا تعملوه كسكسي حمص وزبيب. الزبيب اللي هو هذا، الزبيب اللي هو هذا معناها الريزان الساش، معناها العنب الشايح، هذا زاد تنجم تعملوا بهذايا بركة، والحمص والحم البقري ولا هذا. دونك سي ايفيدامون افيكاس. دونك مي انا باش نعملو كسكسي نتاع شتا، كسكسي نتاع شتا كيما قلت لكم يتطلب برشا خضره شتويه، وبيان سور اللفاحات اللي هي الفلفل الزينه نعملو بزايد، انا نعملو حار مش حلو. التابل الكاتي بيس شو اسمه الكركم، هذا شويه بس بس ديما نعملهم في الماكله باهين الامعاء معناها باش ينحيوا هكا الانتفاخ واللي غاز وكل شيء. فلفل قروش، وهذا سكنجبيل ديما نعمله حتى هو يفوح يعطي ان جو بيان بيان. والحاجه الاخرى اللي هي اوبليغاتوار بالنسبه لي انا اللي هي الهريسه العربي، وبيان سير ثلاثة ولا أربعة مغارف طماطم معجونة حسب الذوق. اللي حب السوس تجي جاري يعمل شوية، اللي حب السوس تجي عقدة شوية يعمل بزيت. وبيان سير هذا جايبينه بالبلاد بالذمة اللي هو فلفل الشايح، هذا باش نعطيكم أستيس توا تخدموا بها الكسكسي، أستيس طيارة برشا. دونك توا باش نبداو بهذا، توا هذا شو اسمه كسكسي القمح راهو سبيسيال ماهوش كيما الكسكسي الآخر. دونك باش نوريكم الطريقة بعد لحظات. نرجعوا لكم كسكسي القمح اللي هو في الكاليتي معناه اللي بلي ميو معناه خير وصحي اكثر، وهذا مخدوم كما احنا نقولوا في الدار معناه خدمه دياري، خدمه الوالده ربي يفضلها لي. لاستيس اللي باش نقول لكم عليها تعملوها في كسكسي القمح هي تعملوا عود القرنفل هذايا ولا عود القرفه، راه يبنن مش نورمال، وتفكروني وجربوا لاستيس وتفكروني. توا احنا باش نجيتيو لل قبل كل شيء ساعه باش نوريكم استيس، لازم عندكم مقفول كيما هذا يكون كبير وواسع باش الكسكسي يطيب على راحته ما يكون بداش متقلق. دونك قبل ما نبدأ البروسيدير الكل، اول حاجه مهمه نعملوها هي نحطوا الماء يسخن، نعبوا الكاسرول حتى الشطر لهوني ولا اكثر ريتو، خاطر قد ما يبدا ثم اكثر ماء ديما يطيب فيسع فيسع، ونحطوها هكا فوق الغاز لين يطلع البخار. يطلع البخار وقتها نبدا انا نخدم في الكسكسي، خاطر كي نحطوه هو البخار مازال مش طالع الكسكسي يعجن. هذه لاستيس الاولى. الأساس الثانية باش نجينا الكسكسي ما يشدش وما يعجنش، دونك نهزو شوية كركم، كركم اللي هو هذايا نحطو شوية كركم، بعد زيت زيتونة هذا باش نحركو بيه، باهي، ومن بعد
ملح، هذا ملح فرنسا ديما نديرو بزايد، خاطر راه مش كيما ملح تونس قوية، زي تعمل حتى بزايد ما يخلقش معناها. شوية ملح، شوية فلفل أكحل حسب الذوق، ثم العباد ما يحبوش الفلفل الأكحل نجمو ما نعملوش، راه مش أوبليغاتوار. بعد نصبو عليه فتي تمام، ما نصبوش برشا، فتي تمام صبا. بعد حركوه بيدينا الزوز، بعد ما حركناه وفتفتناه بالباهي يلزم نحسو اللي كل كعبة ولات وحدها كيما هكا، ريتو تماسك الكل بالزيت ولا فتفت كل كعبة ولات وحدها. بعد الطريقة اللي بعد نهزو هذايا نحطوه ديريكت مو في الكسكاس اللي يغلي. بعد ما صبيناه في الكسكاس اللي يغلي هذايا نوقفو ولا نصبوه، نحلوه هكا ونخلوه يطيب على راحته. ديما ماذا بينا نستعملو مغرفة لوح، راهي المغرفة لوح ديما خير ساعات في الخدمة، نغطيه شوية باش عملية الباخ تطلع بيد فيه ما يبتاش. توا باش ننتقلوا للمرحلة اللي بعدها واللي هي تحضير الصوص. تحضير الصوص تطلب عملية تقشير، تقشير البصل بيان سير، وبعد تقشير الثوم. توا باش نخدمو تقشير الثوم والبصل. دونك كيما قلنا لكم توا طريقة قصان البصل، البصل نقصو هكا على زوز، نقصو ونقلبو الكعبة ومن بعد نعملو هكا. نوريكم الطريقة متاع قصانو معناها كيفاه، لازم نعملو هكا جراير جراير باش من بعد نخليو كلو زيت كيما تشوفو، جراير جراير لازم نجيب الشكل هذايا. أنفاس 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 كيما تراو هكا الطريقة الصحيحة للقصان. بعد هذا نحطو أكوتي، نجو للثوم. الثوم عندي طريقة باش نوريها لكم، يعني عندكم هكا تعملو السكين، تشدو السكين تنزلو عليه هك تتكسر كعبة الثوم، بعد تقصوها بالطريقة هذه. سي بلو براتيك سي بلو رابيد، هذه أسهل طريقة لقصان الثوم. بعد نزل قرون فلفل، قرون فلفل كيما هكا ونشقوهم في الوسط باش نقليهم في الزيت. هذه الاستيس اللي باش نعطيها لكم توا باش نوريها، تبعونا معنا في الاستيس اللي باش نوريها توا. دونك الاستيس هي انا باش نقلي لكم توا الزيت ومعاه الفلفل قبل كل شيء. معناها انت باش تقول علاش يقلي هو في الفلفل الاخضر والواحد قبل كل شيء، نوريكم كيف تو تسمحوا. نصبوا الزيت ما نعملوش برشا خاطر الدواره باش تخرج جيب البات الزيت. نصبوا الزيت، انا ديما نحب نطيب في مرميته كبيره باش خاطر باش نحط برشا خضره. دونك الطريقه اللي من بعد باش نعملو الفلفل، صدقوني جربوا الطريقه هذه وتفكروني، تقليو الفلفل الاحمر والاخضر قبل ومن بعد الزيت اللي يبقى في الطنجره هو تكملوا طيبوا به الفطور وتفكروني. هذاك الفلفل الاحمر وهذاك الفلفل الاخضر نقليهم لين يطيبوا شويه، من بعد الفلفل الاحمر نخليه في الاخر نخرجوه، الاخضر زاد نخرجوه وما نخلوش يقعد يطيب مع الصوص ونخليهم يتقلاو. الكسكسي كيما تراو بدا يتبوخ، بدا يطلع البخار. دونك نحركوه جيست شويه، ديما نحركوه باش ما يشدش، نفقدوه من شويه شويه، ما ياخذش برشا وقت. بون هكا ديما حيف. دونك كيما تراو الفلفل تقلى الاحمر والاخضر مع بعضهم بالباهي، نخرجوهم وبعد باش نعملو الهريسة والطماطم والبزارات الكل والنفاحات ونقليوهم مع اللحم. هذا الفلفل بعد ما تقلاه نحطوه اكوتي باش نخدموه بعد في الاخر نزينو بيه ديكوراسيون. توا باش نحطو اللحم، بسم الله لازم نتقلى شوية اللحم البقري تعطي بنة. بعد ما يتقلى شوية يولي كولار نتاعو هكا فاتح، نقلبوه ونصبو عليه هذوما اللي قصيناه من قبيله، هو البصل والثوم. ونخليهم البصل لين يتقلى شوية هو واللحم لين يولي أحمر شوية لونه كاراميليزي. من بعد نصبو البزارات، بعد ما تقلى شوية ولا كولار ودوري باش نزيدوه شوية كركم شوية فلفل أكحل. وتوا باش نصبو عليه الخليط اللي قلتلكم عليه هذا متجانس، فلفل الشايح وفلفل الزينة والتبن والكروية والبزار كل شيء، نصبوه تك ونحركوه.
هذه طبقوني الطريقة هذه طبقوني طيبوا بها ديما الكسي تو تشوفوا قداش يجيكم فاوح ويجيكم بنين تطرحهم على والديهم بعد يقولوا لي يرحم والديك يا ترى دونك هذه طريقة عالمية أنا مجرب وروح بالكل بعد الطماطم خوها على أبوه والفلفل تك طيش غادي كيف كيف توا في المرحلة هذه باش نمرقوا بالماء السخون يلزم الماء يكون سخون ما يلزموش يكون بارد كيما نعاودوا نثبتوا ونأكدوا الماء يلزم يكون سخون راهو كي ديروا بارد راه المرقة دي خايبة ما تجيش بنينة ديما الماء السخون يبان الخير في المرقة دونك الماء السخون باش يحل الطماطم هذيك ولا هروس كل فيت فيه كي يبدا بارد راه ما تتحلش تاخو برشا وقت باش تتحل هاو تريك الشوك تيرميك تجي للصوص للطماطم باردون الفلفل يهبط على الماء سخون ديريكت مو تتحل تو مش لازم نصبو برشا ماء دونك جيت باش نحلوها شويه ونخلوها تزيد تتقلى من بعد تو نزيدو الماء ونخلوها تميجوتي كاك او موان ان كار دور ربع ساعة من بعد نرجعو لها تو بعد ما بدات تتغلى شويه نزيدوها الحمص الحمص المنفخ نزيدوه على مقدار كل واحد كيفاش يحب دونك انا مش برشا صغار في صباص اسفي خيرات ربي وتوا نبداو في قصان الكورجات هذه واللفت صفى الناريه والقرع والباذنجان والبطاطا توا هذوما كل باش نقشروهم ونحضروهم توا باش نبداو نحضرو في الخضره كما قلنا لكم توا نكملوا هيك الخضره قصيناها الكل هذه صفى الناريه الفلفل الباذنجان البطاطا الكورجات البطاطا القرع القرع والبطاطا نحطوهم اخر مرحله تو نبداو نحطو في السفناريا هي الاولى بعد لفت الماء كما قلت لكم تزيدو على قد عينك قد ميزانك كان تحب تعمل برشا خضره تعمل برشا ماء وتكسر شويه طماطم معجون باش ما تجيش المرقه خفيفه كيما تحب اذواق هي تكمل تحط الخضر الكل هوني هاك علاش انا نطيب في مرميته كبيره باش ما تبدليش ضيقه دونك هاكا لسباس انا بصراحه نحب نعمل برشا خضره دونك هذاك علاش ديما المرميته نعملها كبيره كيما تراو الحجم الخضره ما خيرش من الخضره راه باش تكذب عليك هذه تو خلوها تتميجوتي كل مع بعضها كيما قلت لكم البطاطا والقرع تحطوا اخر لحظه وهذا بالنسبه للكسي نعملو تبع نعملو له تحريكة هاكا جو مريقل كعبة كعبة كيما تراو ديما نحركوه من فوق للوطة اللوطة الفوق باش يدخل البخار ويدور فيه ريحة القرنفل ما نحكيلكمش على الكول عطياتو والريحة ما شاء الله راكم تتسائلوا العصبان هذايا اش نعملو لهم بعد العصبان هذايا من بعد ننقبوه فرشيتا ولا صغيرة هيك نعملوه دي باش يتنفس ومن بعد نحطوه اخر مرحله خاطر في ساعه ما يتيب ما يبداش اول بعد ما حطينا ال شو اسمه العصبان نقبناه وكل شيء وحطيناه كيما ريتو النيفو هكا تاع الصوص هبط علاش خاطر خرجنا الخضره الخضره في ساعه ما تيب دونك نجيبو صفايه ونخرجوها ونحطوها في وسطها باش تبقى الخضره ديما متماسكه خاطر كي تخليها تيب برشا تولي تمشي كلها في الصوص ويكون يبقى كان جيست الحمص والعصبان والصوص كهو واللحم دونك تو باش نجيتي والحاجه المرحله الاخيره اللي هي البطاطا البطاطا والقرع القرع راه يبان برشا في الصوص راه ما تخافوش حتى كي تعمل برشا راه ما قلقش القرع نزيدو كعبة بطاطا ونخليوها نقص شوية في الغاز ونخليوها لنطيب القرع على زيتها الكسكسي هكا طاب تبوخ جو باهي أموره والحة هكا كيما تراو كعبة كعبة كيفاش جا ما شاء الله دونك قلنا نزيدو معاه كعبات بريك فضلت ريحة بطاطا فضلت ريحة بطاطا البريك المخلط هذا كيفاش يجي ساهل برشا البريك مرسوقة بنسير الورق اللي هو باكوات ساشيات
كعبتين بطاطا مسموطين مع شوية معدنوس، كعبتين عظم مع شوية جبن مع شوية تن، حضر موني في الصحن تك تك تك، وبعد تقلي موني وجو محلى جو. هذه حاجة زايدة، كما قلت باش نعمل كفتة من بعد بطلت، أنا عملت قصة، جيت عملت بريكات خير أخف وأسهل، كفتة تاخد لي برشا وقت، دونك بتعدوا المرحلة من بعد. الكسكس تاب هكا كيما تراو مفوح بال هذا باش نخلجوه من بعد. دونك توا باش نخلطوه بالصوص، نوريكم طريقة تخليطو في الصوص، باش نصبوه في القصعة الكبيرة هذه، ومن بعد نوريكم كيفاه البروسيدور. وهوني كيما تراو عظبنا خرجت كيما هاكا، خرجنا الخضرة كيما قلت لكم خرجوا حدا، باش تعرفوا الخضرة طابت تعملوا الفرشيطة هكا، إذا دخلت معناها راهي طابت، تعملوا باش تعرفوا العصبانة اللي هي طابت تعملوا بالفرشيطة هكا، معناها ذات الصيني اللي هي طابت. والمرقة هكا قرت زيتها، توا باش نخدموا الكسكسي باش نعملوا له أستيس اللي قلت لكم عليها. باهي هوني عندي السر اللي هو هذا يسموه الهروس، الهروس العربي هو بصل محكوك وكل شيء مقلي في الزيت، هذا باش نعملوه هوني على الكسكسي باش نحككوا بيه الكسكسي، باش نوريكم الطريقة كيفاه. لا نبغى بروندر ان بتي بو، هوني ناخذ من هوني شوية الزيت هذا على الطفافة تاع الصوص ونصبوه على هذه على الهروس، الطريقة كيفاش تحكوا على تك ابخي نحلوه هوني في الصوص، نزيدو عليه شوية مرقة تك، وبعد نحركو كل شيء مع بعضو. وديما ملاحظة راهو كسكسي القمح راهو يشرب برشا صوص، دونك نزيد الصوص ونحركو لين يتخلط هذاك الهروس اللي عملتو أنا مع الكسكسي، وراهو قد ما تزيدو الصوص ما تخافوش راهو يشرب كسكسي القمح، راهو مش كيما الكسكسي العادي يشرب برشا صوص، وقد ما تسقيه ديما خير، ديما يعطي بنة أكثر. دونك وزين نشبعوه بالصوص. ملاحظة مهمة برشا، بعد ما نسقيوه ونعطيوه نشبعوه بالصوص نخليه يرتاح ديريكت، ما نعملوش الدريسينج نتاعو طول، نخلوه يرتاح يشرب الصوص باش نشوفو اسكي مازال ناقص ولا زايد، دونك نخليه يرتاح او موان 5 مينوت 10 مينوت من بعد نعملو دريسينج. وهذه الزيت الأخيرة للكسكس كما تراو، كاس البن، كعبتين بريك، ما شاء الله خضرة. هذا في الشتاء قولوه تفكروني، صدقوني تنسى البرد وتنسى كل شيء، مودي كل شهيك. وهذه كانت تجربتنا اليوم مع كسكسي القمح بالدوارة، إن شاء الله بالعصبان، وإن شاء الله يكون عجبكم الطبق. وما تنساوش تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك وتبارتاجيو الفيديو، بكم أنتم أنا نجم نعمل فيديوهات مخير ونتقدم في القناة تاعي. شكرا وإلى موعد آخر.